نقول لك مرضية الفريق الآخر حيث كان المغاربة كانوا لعبوا في 15 مينوت الأولى أبخي ما يبردوا اللعب وأصلا المدرب لعب بدو دي ديفونسور لور والميليو عامر بزاف وكان مهاجم واحد سكيف فيرا بينا غتخسر لا ما يمكنش إيرانية أضعف فريق في المجموعة سكيف فيرا صبريون را صعيبة أما زيد عليها البرتغال راه تشوفي الماتشات ديالهم مع الساعة وتعرفي شنو كاين Premièrement, le Mubarak a fait un bon match, surtout en première mi-temps, quand nous l'avons bien. Donc, le résultat, quand nous avons droit à la mais il n'y a pas de problème. Quand nous avons le Portugal ou l'Espagne, nous avons fait un chèche. Quand nous avons fait le saut, quand nous avons fait le saut, في الصوت الثاني دخلوا وما دخلوش كما كانوا في الاول ودار المدرب دار دي شونجمون ما عطاوش الاكل ديالهم وزانا ما عندنا ما نديروا هذا خطا كاع الفرق كيخسروا غنتمنوا ان شاء الله نجيبوا تاهل من عند الاسبان والبرتغال ان شاء الله باذن الله وخاصني نسوا هذه المقابله ويفكروا في ماتش تجي احسن من هذه المقابله هذه. بلا داز مزيان المغرب صراحه لعب مزيان ولكن واحد التغيير المدرب رينار ما كانش يديرو ديال بوحد الدوز كان يخلي الكعبي لاعب مزيان الكعبي. بوحد الدوز راه خرج على 40 مليون ديال المواطنين راه خرج عليهم هذاك السيد. اختي عندنا فريق مزيان الحمد لله ان شاء الله راه غادي نديروا شي حاجه ان شاء الله. نقدروا غادي نديروا شي حاجه ان شاء الله في المقابله الثانيه.